الميادين هنا ميدان الرياضة. في أوقيانيا سيتبارى الأسيويون على زعامة القارة الصفراء عام 2015. تأهل ثلاثي النسخة الأخيرة اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية، ويتبارى الباكون على 11 بطاقة. في حلقة اليوم من ميدان الرياضة، 11 منتخبا عربيا في غمار التصفيات، فمن هم الأوفر حظا لبلوغ الأراضي الأوقيانية؟ في أوروبا بدأت معالم معركة التأهل إلى المونديال تتضح، بعد هولندا وإيطاليا جاء دور ألمانيا وبلجيكا وسويسرا، فمن سيكون التالي؟ وما هي قدرة المنتخبات الأوروبية على مقارعة البرازيل والأرجنتين على الأراضي الأمريكية الجنوبية؟ أرحب في بداية الحلقة بضيفنا الأول الأستاذ إبراهيم المسعود، مدير المنتخب الكويتي لكرة القدم. مرحبا بك أستاذ إبراهيم. حياك الله وأهلا وسهلا، وأنا سعيد في تواجدي في قناة الميادين الرياضية، وجود أخي الكابتن، ونقول له سلامات كابتن محمد يوسف. وإن شاء الله تكون حلقة خفيفة على أخواننا المشاهدين. طبعا شكرا أستاذ إبراهيم. ومعنا أيضا في الاستوديو قائد المنتخب اللبناني لكرة القدم ونادي كولن الألماني سابقا يوسف محمد. مرحبا بك كابتن يوسف. هلا فيك وهلا بالأستاذ إبراهيم ببلد والتاني. شكرا. ومثل كل حلقة بميدان الرياضة معنا الزميل الرسام الكاريكاتوري عبد الحليم حمود. مرحبا بك عبد الحليم. تحياتي لك جوزيف للمشاهدين الكرام، ونعايد الجميع في هذه الأجواء، أجواء العيد. ستفتقد طبعا عبد الحليم للزميلة أماني، لأن زميلة أماني قبل مغادرتها لبنان لفترة قصيرة كانت حضرت لنا تقرير يلخص وضع تصفيات كأس أمم آسيا. 5 مجموعات تضم 20 فريقا سيتنافسون في تصفيات كأس آسيا 2015. ما هي المجموعات وكيف توزعت الفرق داخلها؟ ننتقل إلى أماني لتطلعنا عليها. شكرا لك جوزيف. مباريات تصفيات كأس آسيا 2015 ستحدد الفرق المشاركة في كأس آسيا. 20 فريقا في 5 مجموعات، كل مجموعة منها تضم 4 فرق، تلعب كل مجموعة على شكل دوري من ذهاب وإياب. يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، والأفضل في المركز الثالث بين كل المجموعات إلى نهائيات. نبدأ بعرض المجموعات من المجموعة A، مع العلم أن كل الفرق لعبت مباراتين فقط. المجموعة الأولى إذن تضم الفرق التالية: عمان، الأردن، سوريا وسنغافورة، مع 6 نقاط لعمان بعدما فازت بالمباراتين أمام سوريا وسنغافورة. المجموعة الثانية أو بي تضم كلا من إيران، الكويت، لبنان وتايلند. إيران تتصدر مجموعتها مع 4 نقاط، فازت أمام لبنان وتعادلت مع الكويت. المجموعة سي تضم السعودية، الصين، العراق وإندونيسيا، مع السعودية 6 نقاط بعد فوزها على الصين وإندونيسيا. المجموعة د تضم أيضا كذلك 4 فرق طبعا، كل منها لعب مباراتين، والفرق هي البحرين، قطر، ماليزيا واليمن، مع البحرين 6 نقاط أيضا بفوزين على اليمن وقطر. المجموعة الأخيرة أو المجموعة أ وتضم الإمارات، هونغ كونغ، أوزبكستان وكذلك فيتنام. الفريق العربي الوحيد في هذه المجموعة فرض نفسه بقوة حتى الآن، متصدرا الفرق الثلاث الأخرى مع 6 نقاط أيضا بفوزين على فيتنام وأوزبكستان. إذن متصدر كل مجموعة ينتقل إلى النهائيات مباشرة. ولتحديد الفريق صاحب المركز الثالث، هناك معايير مختلفة، وهي أولا مجموع نقاط الفريق في مباريات المجموعة، ثانيا فارق الأهداف، ثالثا أكبر عدد من الأهداف المسجلة في مباريات المجموعة، رابعا أقل نتيجة محتسبة لعدد البطاقات الصفراء والحمراء التي أعطيت خلال مباريات المجموعة. نقاط البطاقات تحتسب كالتالي: نقطة واحدة لكل بطاقة صفراء، إذن بطاقة صفراء نقطة واحدة، لكل بطاقة حمراء 3 نقاط، 4 نقاط لكل بطاقة صفراء تتبعها بطاقة حمراء مباشرة. الخطوة الأخيرة لتحديد الفريق صاحب المركز الثالث، وهي تكون سحب القرعة. كانت هذه لمحة عن تقسيم الفرق العشرين داخل المجموعات وكيفية تأهل الفريقين الأولين والفريق الثالث إلى النهائيات. والآن عودة إليك جوزيف في الاستوديو.
نعم شكرا. أبدأ معك كابتن يوسف محمد. كابتن يوسف أول شيء بنقول لك سلامات، خضعت لجراحة في ركبتك، ستبعدك يعني لفترة كبيرة عن الملاعب، نتمنى لك السلامة. لكن على رغم غيابك، كيف تقارن بين الفترة اللي أمضاها المدرب الألماني تيو بكر مع المنتخب اللبناني اللي قاد فيها لبنان لأول مرة إلى دور النهائي من تصفيات كأس العالم، والمدرب الجديد جوسيبي جانيني؟ يعني من خلال مراقبتك للتمارين الأخيرة لمنتخب لبنان، ما هي الفوارق الأساسية بين الألماني بوكر والإيطالي جنيني؟ هي بصراحة يمكن كانت فترة قصيرة كتير لحتى تابع المنتخب. هي بإيطاليا كانت. كنت موجود أنا بألمانيا للعلاج وزرت المنتخب لفترة قصيرة لثلاث أيام. من خلالها تعرفت على المدرب الجديد على الطريقة. ما في شك هناك خلاف كبير بين اللاعب الألماني والإيطالي بالطريقة الحديثة. ما هي الفوارق الأساسية يعني من حيث لنبدأ من التمارين مثلا؟ إذا ما نقارن بالمنتخبات، نرجع لمنتخب ألمانيا قد ايه تطور من فترة 5 سنين لهلا. طليان منتخب جيد، بس الألماني بيمتازوا عنهم بعدة أشياء. أكيد بوكير طور المنتخب، وصل المنتخب لمستوى كتير عالي. أنا بتشكره كمان عبر قناتكم اللي قدموا للمنتخب. ومن بعدها استقدموا المدرب جنيني. لهلأ المدرب جنيني ما عمل التست الرسمي مثل ما بيقولوا. أول اختبار سيكون غدا أمام الكويت. بالضبط. طب اللاعبون لمن يرتاحون أكثر، لاعبو المنتخب حالياً؟ يرتاحون يعني تسمعهم يقولون افضل بكر او جنين كل افضل؟ كل مدرب عنده حسناته وعنده سيئاته. انا من خلال الزياره قعدت مع اللاعبين، كانوا مرتاحين كثير من ناحيه المعامله. في اشياء جديده عم يتعلموها. بتعرف انت وقت اللي بتغير بصير في تمرين جديد. صحيح. معامله جديده ونفسيه. فهي هاي اللاعبين كانوا كثير مرتاحين فيها. يعني ان شاء الله هاي الاشياء كلها انه تثمر بارض الملعب. استاذ ابراهيم المسعود، يعني المنتخب الكويتي هو منتخب الافضل تاريخيا على الساحه الخليجيه مع الالقاب العده في كاس الخليج، ولكن مؤخرا يعني في تصفيات كاس العالم المنتخب الكويتي وقع او تفاجأ من لبنان صراحه، يعني تعادل معه في بيروت وسقط في الكويت بنتيجة 1-0 بهدف لمحمود العلي. هل تعتقد أن نفسيا المنتخب الكويتي تأثر سلبيا بنتيجة المباراتين الأخيرتين؟ هو بعد يعني خروج الكويت من تصفيات كأس العالم، فكانت النظرة للاستعداد لكأس آسيا. وجت لبنان في نفس المجموعة اللي احنا نعتقد ككويتيين أن لبنان خرجتنا من كأس العالم. حزنتم أم كنتوا فرحين للثأر من لبنان؟ ليس ثأر، يعني كلمة ثأر احنا ثأر رياضي احنا نستبعد كلمة الثأر، لأن احنا واخواننا اللبنانيين حبايب واخوان، والكلمة هذه تنزل في محيط العام. بس احنا نقول رد دين، يعني رد الدين اللي خذوه منا اخواننا اللبنانيين في الكويت بنتيجة 1-0. نتمنى ان احنا نرد ديننا هذا موجود عند لبنان في الفترة. كيف راح تردوا الدين استاذ ابراهيم وافضل لاعب بالمنتخب الكويتي بشهادة الجميع هو بدر المطوع، يعني اصيب، بنتمنى له السلامة كمان وسيغيب عن هذه المباراة؟ شوف اخوي جوزيف، يعني لاعب يكسبك مباراة. لكن فريق يكسبك بطولة. فبدر مطوع نجم ومعروف على القارة الآسيوية، ويمكن دش منافسات للحصول على جائزة أفضل لاعب في آسيا. في آسيا صح. وهذا ما يختلف على اثنين بنجومية بدر، سواء كان داخل الكويت أو خارج الكويت. بس احنا نقول اليوم هناك 22 بدر موجودين معنا في بيروت، واعتقد ان هم كلهم حاملين مسؤوليه مثل ما بدر حامل المسؤوليه في الكويت، والحين يشوف بعينه ربعه ومجموعته تلعب في لبنان. اعتقد ان ال 22 لاعب اكيد كلهم بدر مطوع. طيب كابتن يوسف، كنت بفتره انت بالمنتخب، انت ورضا عنتر يعني رمزي المنتخب اللبناني، رضا في وسط الملعب وانت في خط الدفاع. اليوم انت بسبب الاصابه ستغيب، برايك من هو اللاعب القادر على سد فراغ يوسف محمد في قلب الدفاع في مباراه الكويت غدا؟ اكيد هذا شيء بيرجع للمدرب. بس اللاعبين موجودين، في 22 لاعب موجود بالمعسكر.
منهم 6 مدافعين. هذا الشيء بيرجع للمدرب، هو مين حيكون مكان يوسف محمد. ما هو رأيك باللاعبين الجدد اللي استدعوا من قبل جنين، خصوصا محمد علي خان مثلا؟ صراحة ما شفته، بس أنا بحكي لك عن اللاعبين اللي تمرنت معهم واللي لعبت معهم. هن اللاعبين اللبنانيين، بلال نجارين، حسن ظاهر، نور من الصفا. يعني في عنا لاعبين ممتازين قادرين انهم يغطوا اي ثغره، مش بس اذا غاب يوسف محمد، اي لاعب اذا غاب قادرين يغطوها. يعني انت واثق بانه المستوى الدفاع سيكون بايدي امينه. استاذ ابراهيم مسعود، هناك ظاهره يعني شاهدناها في الايام الاخيره، هي يعني ظاهره التعتيم على التمارين من قبل المدربين، اكان مدرب منتخب الكويت جورفان فييرا او مدرب لبنان الجنيني وحتى منتخبات عربيه اخرى في التصفيات. برايك هل هذا مبرر يعني في زمن التواصل الاجتماعي واليوتيوب ونقل المباريات مباشرة؟ يعني إداري في منتخب الكويتي عندكم علي محمود بيقول أنه لا لبنان هو إسبانيا ولا الكويت هي البرازيل، فلماذا السرية التي تحاط فيها التمارين علما بأن هذه الدول تتحضر بشكل واضح وعطاء كل لاعب يختلف بين مباراة وأخرى؟ يعني أنت مدير المنتخب الكويتي، لماذا يعني توافقون المدرب على هذا الطلب بإقفال التمارين أمام الصحافة والإعلام؟ هو مو القصد منه فنيا، غير أنه هو يعني تشويش على اللاعبين في التركيز في التمارين والتحضير للمباراة. فالتعتيم احنا عارفين ان هناك يعني التواصل الاجتماعي موجود، وممكن ان يعني اي واحد يكشف حتى بالهاتف، ممكن يعني ممكن يصور تمرين ويرسل. هو القصد من الاجهزة الفنية التعتيم الاعلامي اللي هو عدم التشويش على اللاعبين اثناء يعني التمرين والتحضير للمباريات، وليس القصد من سرية التمرين بكشف اوراق المدربين، لان المدربين تكشف اوراقهم في الجيم او الشوط الاول في المباريات، نعم، وليس قبل التمارين. التشكيله والتكتيك اللي يلعب فيه اي مدرب واضح، الطريقه البرازيليه واضحه والاوروبيه واضحه والاسبانيه واضحه، فلما تيجي انت على جنسيه المدرب تعرف الطريقه يعمل، مثل ما تفضل تبزع الكابتن وقال عن بوكير الماني والنتي ايطالي، تنعرف الكره الايطاليه. طيب استاذ ابراهيم، يعني بالحديث عن المدربين اليوم، المدرب البرازيلي جورفان فييرا هو اللي سيقود الكويت، هو مدرب قاد العراق الى بطوله كاس اسيا 2007، وعنده تاريخ كبير باشراف على انديه بالمغرب في الدول العربيه. ولكن يعني اذا قارنا جورفان فييرا مع الاحترام الكامل له مع المدربين السابقين للمنتخب الكويتي، عندما نتحدث عن ماريو زاغالو، كارلوس البرتو باريرا، لويس فيليبي سكولاري، فاليري لوبانوفسكي، يعني اسماء فئة أولى من المدربين بالعالم قادت البرازيل إلى لقب المونديال، لماذا الكويت تراجعت يعني من حيث استقدام المدربين؟ ليش وهج الكويت اللي هي أول دولة عربية آسيوية بتتأهل على المونديال ب82 تراجع إلى هذا الحد؟ لا شوف، يعني لما تيجي عقل الأسماء اللي تفضلت فيها وذكرتها، هذه كانت أسماء مدربين صغار، نعم، وقادوا فرق ومنها بعدين قادوا منتخبات ووصلوا إلى العالمية. نعم، جورفان فييرا مدرب قاعد يصعد السلم ستيب باي ستيب، خطوه بخطوه. نعم، كان على مستوى انديه ومن ثم ارتقى الى مستوى منتخبات، ومن المنتخبات المنتخب العراقي وحصل معه على كاس اسيا. ولكن ليس فقط جورفان، يعني كان عندكم المدرب الصربي جورانتوفيتزيتش اللي صار معه حادثه، وغيرهم من المدربين من اوروبا الشرقيه. يعني مستوى المدربين في الكويت تراجع، بينما نلاحظ منتخبات خليجيه اخرى تقدمت يعني من حيث استقدام الاسماء الكبرى للمدربين. وشوف انت، في مدربين ممكن يكون مغمور هذا المدرب، نعم، ولكن يصعد بالفريق. يعني احنا عندنا تجربه في الكويت، يعني فيليب سكولاري ما كان عالمي، نعم، وجاء حق نادي القادسيه، والشهيد الله يرحمه فهد الأحمد خذاه إلى كأس الخليج 90، وحقق كأس الخليج 90 مع منتخب الكويت، ومنها انطلق إلى العالمية للمنتخبات العالمية. فما شاء الله كان مدرب نادي كاظمة وراح المنتخب، صحيح، وحصل. هو برز في الكويت. ما معنى هذا أن أنا لازم أجيب لي مدرب عالمي أنه هو يعمل لي فريق عالمي بسرعة في زمن قصير. ما احنا جبنا فوكس مدرب الألماني، نعم، بيرتي فوكس، بيرتي فوكس ما حققنا معاه شيء. نعم، يعني احنا نقول اسماء المدربين، اسماء المدربين ما هي شرط انه يجي هذا المدرب ويوصلني الى كاس عالم. ممكن اجيب مدرب مقمور
نعم. ممكن ارتقي معه. نعم، على كل حال سنتابع الحديث استاذ ابراهيم، ولكن يعني نتذكر برنامج مباريات تصفيات كاس اسيا التي ستقام الثلاثاء، عده مباريات لمنتخبات عربيه ستقام يوم الثلاثاء، وطبعا المنتخبات العربيه المشاركه مؤهله للتاهل. هونغ كونغ ستواجه الامارات، سنغافوره مع سوريا، اندونيسيا مع الصين، ماليزيا مع البحرين، وأوزبكستان مع فيتنام، لبنان سيستقبل الكويت، الأردن مع عمان، إيران مع تايلاند، والعراق مع السعودية. كابتن يوسف محمد، الكل يعرف أزمة تلاعب بنتائج المباريات في لبنان، إيقاف لاعبين دوليين مدى الحياة، رامز جوب، محمود العلي، إيقاف لاعبين آخرين لفترات محددة، وكانت فضيحة كبرى تبعها فضيحة تلاعب لحكام لبنانيين أوقفوا في سنغافورة. اليوم هذه الأزمة أو الغيمة الكبيرة، هل يعني انتهت فوق المنتخب اللبناني، أم هناك بعض التخوف من هذا الفساد في مكان ما في المنتخب؟ وإلى الأساس يعني بترجع التحقيق اللي صار، التوقيفات اللي صارت. أنا بتصور أنه بعد في أشخاص موجودين، يعني إن كان داخل المنتخب ولا إن كان داخل الفرق. نعم. لأن التحقيق اللي صار والتوقيفات اللي صارت على مستوى كبير. نعم. استقدم وقت محققين من خارج لبنان، ووصلوا مثل ما بقولوا للرأس بالضبط. نعم. فأنا بقول يعني بتمنى إن شاء الله ما يكون ولا لاعب موجود ولا حكم موجود، بالعكس يعني هذا بالنهايه يعني بلده اللاعب، يعني خدمه لبلده، لازم يخدم بلده باي شيء كان، ما لازم انه 1% يقصر بالملعب، ان كان من لاعبين ولا ان كان من حكام، كما ما تفضلت انه في حكام حتى موقف. صحيح. طيب يوسف، يعني بالنسبه للاعبين المنتخب اليوم، الاتحاد اللبناني قرر انه مردود او ايرادات المشاهدين او تذاكر المباراه بحال الفوز ستعود للاعبين، ما هي اهميه هذا الامر بالنسبه للاعب اللبناني اليوم؟ يعني هو هذا اللاعب اللبناني اللي دائما بدور عليه، هي الماده، استقرار مادي يعني اكيد. ما هل هو كافي يعني؟ اول شغله اسمح لي تشكر الاتحاد. نعم. على امكانياته البسيطه، لان بتعرف اذا بدك تقارن الاتحاد اللبناني بغير اتحادات، غير اتحادات في عندهم مدخول من الدوله. نعم. خاص بس للمنتخب بيكون. نعم. الاتحاد اللبناني يمكن في اشخاص هو عم يدعم. نعم. الاتحاد يعني. نعم. اشخاص من برات الاتحاد عم يدعموا المنتخب. نعم. مشكورين كلهم رغم كل هالامكانيات هيدي، انه بتضل اللاعب عنده حافز اكثر. يعني اكيد بالنهايه المنتخب لازم تلعب انت ببلاش، يعني ما هذا موضوع الماده تحصيل حاصل مثل ما بيقولوا، بس اللاعب اللبناني بحاجه لهي بحاجه للماده للدعم. استاذ ابراهيم، يعني سؤال اخير عن مباراه الكويت لبنان. المنتخب الكويتي كما ذكرنا يعني تاريخ كبير في منطقه الخليج، المنتخب الكويتي يعني تاريخيا عنده لاعبين من طراز رفيع، ولكن يعني باخر عقد من الزمن 10 سنوات لم نسمع بالنجوم الكويتيين الصاعدين، يعني نسمع بشار عبد الله ثم بدر المطوع، يعني اسماء قليله. لماذا هذا التراجع للمنتخب الكويتي اليوم؟ المشاهد الكويتي يسال اين المنتخب الكويتي والنتائج المنافسات بالتأهل على المونديال وبكأس آسيا، بينما منتخبات خليجية أخرى تتقدم بشكل كبير مثل المنتخب القطري مثلا، مثل المنتخب الإماراتي، يعني ولو أنه كمان ما عم يتأهلوا على المونديال لكن نتائجهم لافتة أكثر من منتخب الكويت. هل المناكفات الداخلية بالكويت بين اتحاد، لجنة أولمبية، وعدة إيقافات شفناها هي سبب بهالنتائج السيئة للكويت؟ لا بس أعتقد أن تغيير الحالة العامة في الحياة، يعني الزمن سابقا اللاعب ما عنده الا انه يلعب كره. نعم. سواء كان في الحاره او في النادي. نعم. اليوم تغيرت الحياه، اليوم تشوف لك لاعب يلعب في الناشئين عنده 3 موبايلات يتحرك فيهم. فهذه ظروف. ما هو التاثير السلبي على هذا الامر؟ فقدة يعني المواهب. يعني في زمان لما كانوا الصغار في المدرسه او في الحاره يلعبون في كشافين. نعم. يجون يتنقون اللاعبين وينقلونهم الى النادي، وفي النادي يبدا اللي هو الموهبه،
نعم، إظهار الموهبة والتعليم كرة القدم بأساسياتها. يعني أنت تقول أن الشاب الكويتي الآن يلتهي بأمور غير كرة القدم، خارج عن الرياضة، تبعد عن الرياضة. نعم، وهذا لم تكن موجودة قبلا في كل مكان. وبعدين لا تنسى أن في نقطة أساسية ممكن تتكلم فيها كابتن يوسف، اللي هي موضوع الدعم للاعب. نعم، اليوم الاحتراف شيء مهم وأساسي. نعم، وصارت عملية الرياضة تجارة. نعم، فاللاعب لما ينظر أن أنا ألعب كرة قدم وأوصل إلى الفريق الأول أو المنتخب ومالي سبونسر أو مالي دعم مادي، شو بقدم؟ صح أن الروح الوطنية موجودة، صح أن نعم، بس العولمة تغيرت، دشينا في عالم الاحتراف. نعم، يعني أنت تنظر إلى دول قريبة منك في المنطقة محترفين. نعم، وتجد أن هناك نجوم عندك في البلد هواة، فهو ينظر اللاعب يقول لك على شو بستفيد اذا ما في دعم او ما في، يعني دائما الاحتراف هو الحل. اكيد، فعشان كذي شفنا الكره الكويتيه قلت النجوميه فيها. صحيح، او ابراز نجوم يعني في بالسنوات الاخيره مثل ما تفضلت بشار بدر، في بعض المواهب طلعت، لكن على مستوى السابق فريق كامل يطلع لك مواهب. صحيح، المدرب يحتار من ياخذ. صحيح. على كل حال سنلقي نظره استاذ ابراهيم على باقي المباريات التي ستقام يوم الثلاثاء ضمن تصفيات اسيا. تقرير يلقي الضوء على ابرز المباريات والمرشحين للتاهل الى استراليا 2015. تنافس مدربو المنتخبات العربيه الاسيويه على منع الجماهير والاعلام وباقي المدربين من حضور تمارين فرقهم. هذا كان حال مدرب الكويت جورفان فييرا ولبنان جوزيبي جانيني قبل مواجهة حساسة في بيروت سيقطع الفائز فيها شوطا نحو مرافقة محتملة لإيران. في المجموعة الأولى ستكون البطاقتان عربيتين على الأرجح نظرا لضعف سنغافورة التي تواجه سوريا الجريحة بحربها الداخلية، فيما يتنافس الأردن وعمان على الصدارة في عمان. لكن اللافت أن عمان تستضيف مواجهة ثانية من العيار الثقيل، السعودية حاملة اللقب ثلاث مرات تواجه العراق بطل 2007 بسبب حظر اللعب في بلاد ما بين النهرين. المنافسة مثيرة في المجموعة الثانية، يكملها التنين الصيني الساعي إلى قول كلمته في الساحرة المستديرة، بينما يبحث الأخضر عن نسيان خيبة تصفيات المونديال. مشوار البحرين يبدو سهلا بعد وقوعها في مجموعة سهلة على غرار الإمارات وصيفة عام 1996 على أرضها. في نسخة 2011 شاركت ثمانية منتخبات عربية في نهائيات قطر، لكن أي منها لم يبلغ نصف النهائي، وتوقف مشوار الأردن والعراق وقطر عند ربع النهائي. فهل ستكون الغلة العربية أوفر هذه المرة، أم تبقى الساحة خالية لليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية؟ أستاذ إبراهيم، أبدأ من نهاية التقرير. يعني المنتخبات العربية لم تتأهل إلى دور نصف النهائي من النسخة الأخيرة رغم أنه كانت مقامة بقطر، يعني الطقس والأرض يعني كانت مناسبة لهم. برأيك يعني اليوم غدا العراق ستواجه السعودية، العراق بطل 2007، السعودية بطلت آسيا ثلاث مرات، كيف تصف كمان يعني تحدثت عن تراجع الكويت بسبب قلة الاحتراف؟ طب السعودية في احتراف وفي يعني أفضل من دول أخرى، برأيك لماذا هذا التأخر بالمستوى السعودي والعراقي في الفترة الأخيرة؟ لا بد أن يكون هناك أسباب التراجع. نعم، هذه بس اليوم إذا أنت تتكلم عن العراق كبطل آسيا والسعودية ثلاث نسخ كأس. نعم، آسيا، أعتقد أن هم الحالة اللي مرت فيها الكويت مرت فيها السعودية. اليوم العراق متضرر فريقه، يتجمع اللاعبين المحترفين خارج العراق ويتمرنون مع المدرب وينتقلون من بلد لبلد بسبب الحظر الدولي على العراق. على العراق. السعودية أنا أشوف أوفر حظا، الاستقرار عندهم في البلد، الاحتراف موجود، شبه احتراف، مش بطيء يعني، لا تعتقد أنه بطيء الاحتراف. بس كيرفهم صح، كيرفهم بدأ ينزل. نعم، كان السعودية في القمة وفي السنوات الثلاث الأخيرة شوية يعني بدأ. لماذا هذا التراجع برأيك؟ يعني تراجع كبير للسعودية. ممكن أقول لك أن هم قلت المواهب في السعودية، يمكن آخر المواهب عندهم القحطاني، كان ياسر القحطاني ومحمد الشلهوب ومحمد جيل القحطاني. نعم، محمد الشلهوب. نعم، والناس هذه اليوم نايف هزازي، يعني الاسماء اللي برزت ومكانك سر يعني. نعم، فشويه كيف المنتخب السعودي شويه نازل.
نعم كابتن يوسف محمد، يعني في الامارات، يعني الامارات كمان عندها حظوظ كبيره انه تتاهل. احترفت الموسم الماضي مع النادي الاهلي دبي بالامارات. كيف رايت مستوى اللاعب المحلي في الامارات؟ يعني هل هو قادر على ايصال المنتخب الاماراتي الى مراحل متقدمه؟ هل برايك تطور اللاعب المحلي بالامارات، ام انه اللاعبين الاجانب اللي مستواهم مرتفع جدا في الامارات مثل الدوري القطري يعني ياخذون حق اللاعب المحلي؟ كمستوى منتخب الامارات انا برايي بالفتره الاخيره بعد تصفيات كاس العالم تقدم كثير لقدام. نعم. بوجود المدرب الوطني، انتبه يعني في مدربين كانوا يتكلفوا عن مدربين منتخب الامارات مبالغ طائله، فالمدرب الوطني اللي موجود حقق نتائج ايجابيه مع تطوير غير ملحوظ يعني للمنتخب الاماراتي. لاعبين مميزين، واكبر دليل انه بتشوف هلا الامارات هو اللي مصدر المجموعه. نعم. اللي معه. هل برايك ضعف كلة عدد السكان في الامارات مثلا او بقطر من حيث اللاعبين المحليين ممكن ياثر سلبا على المواهب وكثره المواهب الصاعده بالمنتخب؟ لا، ما اكيد ما بياثر، بس في موضوع الاجانب كمان اشرت له انت. انا بلاقي الاجانب الموجودين لمستوى عالي، انا بلاقي انه بالعكس هذا بفيد اللاعب الاماراتي، ما بيقلل من نعم. من حظوظه داخل الملعب. نعم. استاذ ابراهيم، سؤال اخير عن التصفيات الاسيويه، برايك باستراليا 2015 كيف ستكون صوره المنتخبات العربيه المشاركه؟ يعني هل ستكون تكرار لقطر 2011، يعني مشاركه متواضعه، تاهل ربما الى ربع النهائي وخروج، ام انه برايك في منتخب عربي قادر انه يوصل وينافس اليابان واستراليا في النهائيات؟ لا، ان شاء الله في فرق عربيه قادره نفسها في التصفيات. مين الابرز، مين الاوفر حظا برايك، اكثر جهوزيه حاليا وعنده الجيل المناسب؟ منتخب الامارات. نعم. يعني منتخب شاب. نعم. ومثل ما تفضل كابتن يوسف انه مدربه وطني وقاعد يرتقي فيه. ان شاء الله نتمنى المنتخب الكويتي لدخول عناصر شابه تعطيك الى مده طويله، كذلك المنتخب السعودي. المنتخب العراقي انا اعتقد ان حظوظه ضعيفه، ليش؟ لانه ما زال جيله موجود، واغلب الاسماء اللي كانت معه في كاس اسيا لما حصل عليها موجوده. والاردن يلي راح يتاهل للمونديال لاول مره بتاريخه. الاردن تطور المنتخب، واليوم احنا شايفينه راح يلعب ملحق حق كاس العالم بوجود الجهاز الفني المصري الجديد. اعتقد ان شاء الله نتمنى انه يكون الكم اكثر للدول العربيه موجوده في استراليا، وانها تتقدم وتحصل احدى هذه الدول على كاس اسيا. نتمنى لهم طبعا توفيق كلهم. أكيد. قبل الفاصل الاول ننتقل الى زميل عبد الحليم حمود. عبد الحليم، استراليا معروفه يعني بلونها الاصفر على لون زيك اليوم، هل برايك المنتخب الاسترالي راح يسيطر هو واليابان على الكاس المقبله؟ يعني بالبداية أنطلق من المفارقة، فدرسنا في المدارس أن أستراليا هي قارة بذاتها واسمها أوقيانيا، فهي الآن تستقبل قارة آسيا أو بطولة آسيا مفارقة، لذلك رمزت إلى لافتة لأوقيانيا ثم تم إلحاق لافتة جديدة وهي آسيا، نوع هيك من التفاعل يحتاج إلى بعض التفسير. والكنغورو شو أصله؟ لكن الكنغورو هو رمز أستراليا الشهير، ويحمل الجيب أيضا الشهير حيث يضع به ابنه. فهنا يعني أصور عدة فرق، لكن الفريق العربي هو بحالة يعني غير مطمئن، في شيء من الخوف. نعم. أمام فرق ثانية تعيش هيبة وقيمة الاستحقاق. على كل حال، منتخب أستراليا لقبه سوكروز، أي سوكر كرة قدم، وكانجوروز جمع كلمتي سكر وكانجورو. شكرا عبد الحليم. الفصل الأول في ميدان الرياضة ونتابع. المنتخبات الأوروبية هي الأكثر تمثيلا في كأس العالم لكرة القدم نظرا لمستوياتها واحتوائها على أهم الدوريات، لذلك تتركز الأنظار دوما على تصفياتها لمعرفة المتأهلين والفاشلين.
بعد أن حجزت هولندا وإيطاليا بطاقة العبور إلى البرازيل، جاء الدور على ألمانيا للمرة 16 تواليا. بلجيكا حصان أسود للنهائيات، وسويسرا الثابتة مع المدرب أوتمار هيتسفيلد. الثلاثاء ستكون إسبانيا وإنجلترا وروسيا على المسار نفسه، والبوسنة على موعد تاريخي وبطاقة أولى كدولة مستقلة، لتبقى البرتغال وفرنسا في دائرة ضوء الملحق الأوروبي. تألق نجوم الأندية مع منتخباتهم. روبن فان بيرسي أصبح الهداف الأنجع مع هولندا، متخطيا مدربه الحالي باتريك كلايفرد. زميله في مانشستر يونايتد وين روني يدك الشباك مع الإنجليز باستمرار خلافا للشياطين الحمر. ومسعود أوزيل كان يتمنى أن تطول السنة أكثر كي ينافس على لقب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم. فبعد تألقه مع أرسنال أصبح المايسترو الأول لناسيونال مانشافت. أما على الساحة الإيطالية فالحارس بوفون احتفل بالتأهل قبل أن يصبح الأكثر تمثيلا لسكوادرا أتسورا. الثلاثاء يختتم دور المجموعات، ويعلن عن تأهل 9 منتخبات رسميا بانتظار الملحق، حيث يلتحق 4 آخرون. الأوروبيون قادمون إلى معقل الكرة في أمريكا الجنوبية إلى المونديال 20، والتقدم لصالحهم ب10 ألقاب ل9. فهل سيعززون الفارق أم يعادلهم نيمار أو ميسي؟ كابتن يوسف محمد، اليوم إسبانيا هي بطلة العالم وبطلة أوروبا بآخر نسختين، لكن في بتشكيلة إسبانيا علامتي استفهام. أول، لنتحدث في الأولى مركز حراسة المرمى، يعني اليوم إيكر كاسياس حارس إسبانيا بآخر 10 سنوات، حارس مرمى ريال مدريد، وفجأة يختفي هذا الحارس. المدرب مورينيو في ريال مدريد يؤكس عليه كما نقول، ومن بعدها في المنتخب هناك منافسة من فيكتور فالديس. هل برأيك حان الوقت أنه كاسياس يعتزل كرة القدم كي لا تكون نهايته يعني مأساوية؟ لا، برأيي بعد قادر يعطي كتير إن كان لفريقه ولا إن كان للمنتخب، بس لسوء حظه أنه ما كان متفق أبدا مع المدرب مورينيو. نعم، وقعد فترة طويلة على معهد الاحتياط، اجته إصابة أثرت عليه. بس أنا برأيي بضل من الأوائل، أوائل حراس المرمى بالعالم. طيب، النقطة الثانية في المنتخب الإسباني، منتخب إسبانيا لا يملك مهاجم صريح عالمي، عنده دافيد فيا ولكن في معظم الأحيان يعاني، لدرجة أن سيسك فابريغاس لاعب الوسط، ديل بوسكي يزج فيه بمركز الهجوم. هل برأيك كرة القدم الحديثة والعصرية يمكن أن يكون فريق منتخب بطل العالم أو بطل أوروبا ولا يملك مهاجم صريح؟ هي ببعض الأحيان، يمكن شفنا نادي برشلونة، نادي برشلونة كان يلعب أوقات بلا مهاجم صريح وتلاقيه يربح بفارق. ميسي عنده 90 هدف في الموسم. بالضبط، بس بين الفارق بالمباراة الأخيرة بهن والمنتخب البرازيلي، المنتخب الإسباني. نعم. كأس القارات. بين انه ما في مهاجم صريح، هذا ضر المنتخب كثير، والنتيجه طلعت خيبه امل كبيره للمنتخب الاسباني اللي ما كان حدا متوقع انه تصير هيدي النتيجه. طيب اليوم انت قائد منتخب لبنان، احترفت بالمانيا، اذا اتى مدرب وطلب منك انه تشارك بتشكيله ما فيها مهاجم، كيف تكون عقليه اللعب في هذه المباراه، اسلوب اللعب؟ يعني من يكون اللاعب الاوفر حظا للتسجيل، للاختراق، للوصول الى منطقه الجزاء؟ يعني كيف يتغير اسلوب اللعب بدون مهاجم حقيقي؟ هي الاعتماد اكثر بيصير على الوسط. نعم. العنصر المفاجئ دائما ببرشلونه، كل الاهداف بتشوفها عنصر مفاجئ. نعم. ميسي من ورا، كسافي، انيستا، وبيدرو، كله بيجوا من ورا. نعم. بس هيدي الطريقه، يعني عم اقول لك، يمكن اوقات بيرتاح المنتخب او الفريق اللي عم يلعب بوجهك بيرتاح اكثر انه ما في مهاجمين، بيسكر الوسط كثير منيح، مثل ما عمل المنتخب البرازيلي امام المنتخب الاسباني، وامتلاك الكره بشكل كبير. استاذ ابراهيم، يعني في الكويت ريال مدريد وبرشلونه مثل كل الدول العربيه يعني يستقطبان الانظار، ولكن حضرتك مشجع لنادي اتلتيكو مدريد، يعني مشجع استثنائي لاتلتيكو مدريد، برايك لماذا المنتخب الاسباني يتركز لاعبوه من ريال مدريد وبرشلونه فقط؟ هل بسبب الالقاب والانجازات؟ ولماذا اتلتيكو مدريد يعني هو فريق عادي بالنسبه للمنتخب، غير متواجد يعني بشكل كبير؟ يعني انت لو تلاحظ ان اوروبا عامه تعتمد على اللاعب المحترف. نعم.
يعني مش لاعب الدولة، يعني ريال مدريد وبرشلونة الأغلبية اللاعبين محترفين. نعم. وكذلك الفرق الأخرى اللي موجودة في الدوري الأسباني. أتلتيكو مدريد يمكن هدافين كلهم كانوا محترفين، فولكاو يعني كل اللي جو على أساس يكونون هدافين للفريق كانوا محترفين. ودييغو فورلان قبله. نعم. فعشان كذي يعني ما تشوف هناك نجوم موجودة في أتلتيكو مدريد موجودة في المنتخب إلا في الخطوط يمكن الخلفية. ولماذا نجوم ريال وبرشلونة موجودين في المنتخب؟ ريال وبرشلونة طبعا أنت تشوف طريقة اللعب. نعم. يعني في مقولة تقول لك احذر من يأتيك من الخلف. نعم. فبرشلونة لاعبين النص مع ميسي معاهم يجونك من الخلف، فما عندهم مثل ما تفضلت مع الكابتن ان لا يوجد راس حربة صريح بالفريق على اساس. نعم. هم كذلك وجود في ريال مدريد لو نشوف رونالدو يلعب بالطرف في الجانب. نعم. بالطرف. فهذه الامور هذه كلها المدربين يعتمدون على تشكيلات منتخب في الطريقة. طيب كابتن يوسف محمد، اليوم في 9 منتخبات راح تتأهل مباشرة ومنتخبات أخرى ستخوض الملحق، من بينها مرشحة أن تخوضها البرتغال. البرتغال تملك ثاني ربما أفضل لاعب في العالم وهو كريستيانو رونالدو بعد ميسي. هل برأيك كأس العالم 2014 في البرازيل قد تكون ناقصة بدون كريستيانو رونالدو؟ هو بالإحصاءات ممكن كتير بس. نعم. يعني أكيد خسارة. نعم. منتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو ما يكون موجود بكأس العالم أكيد خسارة لجماهير كرة القدم. نعم. طب بالحديث يعني عن التصفيات، يعني بعد انتهاء دور المجموعات سيتأهل بطل كل من المجموعات 9 إلى البرازيل مباشرة، لكن ما هو نظام الملحق في القارة العجوز مع أماني؟ نعم، إذن سنلقي نظرة على نظام الملحق في القارة العجوز. من بين أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثاني في المجموعات، سيضع الاتحاد الدولي الأربع الأعلى تصنيفا فقط على رغم الجدل المثار حول هذا النظام قبل 4 سنوات. قرعة الملحق أو بلاي أوف ستقام في 21 من الشهر الحالي في زيورخ، فيلعب أحد المنتخبات الأعلى تصنيفا مع أحد المنتخبات الأربعة الأدنى تصنيفا في مباراتي ذهاب وإياب. وهو نظام انتقده مدرب إيرلندا الإيطالي جوفاني تراباتوني في تصفية 2010 عندما وقع ضد فرنسا، واصفا نظام التصنيف بوفاة كرة القدم وبغير العادل للدول الصغرى، لأن المنتخبات تكون قد صنفت أصلا في دور المجموعات فيما اعتبرها الحارس شاي جيفن مثيرة للإشمئزاز. سيجري الاعتماد على تصنيف فيفا في 17 من الشهر الحالي، والاختيار المنتخبات الثمانية الأفضل في مركز الوصافة ستلغى نتائجها مع متذيلي الترتيب ما عدا المجموعة الأخيرة التي تضم 5 منتخبات. هذه المرة المنتخبات المرشحة قطعت بمعظمها تذاكرها نحو المونديال، لكن أصحاب الحظوظ السيئة قد يقعون في مواجهة منتخب كبير خصوصا فرنسا بطلة عام 1998. كانت هذه لمحة عن نظام الملحق في القارة العجوز، وعودة إليك جوزيف في الاستوديو. نعم كابتن يوسف محمد، اليوم ألمانيا تأهلت إلى المونديال للمرة 16 على التوالي، وأنت احترفت في ألمانيا مع نادي فرايبورغ ومع نادي كولن، برأيك ماذا يحتاج المنتخب الألماني ليحرز الألقاب؟ يعني بايرن ميونخ بطل أوروبا، بطل ألمانيا، وصل للنهائي بالموسم القبله مع يوكيم لوف، شفنا المنتخب الألماني يتأهل لنصف النهائي في أوروبا وفي كأس العالم. برأيك أصبحت جاهزة ألمانيا اليوم لتحرز المونديال بعد غياب طويل جدا؟ أنا بشوف عندهم حظ كتير كبير بهذا المونديال، لأن إذا بتشوف نادي بايرن ميونخ نادي دورتموند هن الناديين الأكبر بألمانيا، هن اللي عم بيقدموا فوتبول أوروبيا وعالميا الأحدث. نعم. إن كان من شامبيونز ليج من الدوري الألماني حتى. عندما نقول أحدث ماذا يعني أحدث؟ يعني ما هو الجديد في الكرة الألمانية في آخر سنوات؟ يعني بالسنوات الماضية كنا نحكي عن برشلونة. نعم. أسلوب التيكي تاكا والسيطرة على الكرة والتمريرات القصيرة والسريعة. والشيء اللي تبين إنه بالنهائي قصدي نصف النهائي شامبيونز ليج التقى فريقان ألماني وفريقان إسباني بايرن برشلونة ودورتموند ريال، فأنا بلاقي في تطور كتير كبير بالدوري الألماني بالفترة الأخيرة.
انا بلاقي حظوظ منتخب الالمان بكاس العالم اللي القادم حظوظه كثير كبيره. نعم استاذ ابراهيم المسعود، يعني في اخر 10 سنوات كنا نشاهد المنتخبات الخليجيه تعسكر باستمرار في الدول الاوروبيه، يعني لدرجه انها كانت تمضي وقت في اوروبا اكثر ما تمضي وقت في الخليج. اليوم يعني خفت هذه المعسكرات بشكل لافت، كنا نشاهد منتخب الكويت، قطر، الامارات، السعوديه في المانيا، في سلوفاكيا، في دول اوروبا الشرقيه. اولا لماذا خفت هذه المعسكرات؟ ثانيا برأيك ما هو المخطط للإدارات الاتحادات الخليجية في إجراء معسكرات في أوروبا؟ يعني أين هي الوجهة المفضلة الآن للمنتخبات الخليجية لكي تقيم معسكر في القارة العجوز؟ والحقيقة أن المعسكر يعتمد على 3 أشياء رئيسية. نعم. المناخ. نعم. ووجود فرق تلعب معها من مستوى مرتفع طبعا. نعم. بالإضافة إلى التغذية والأمور الإدارية الأخرى. نعم. على وجهة نظري يعني أوروبا المناخ حاليا يختلف عن الدول العربية خصوصا في منطقة الخليج عندنا، فأعتقد أن لما تطلع أنت معسكر بارد وترجع تلعب في أجواء حارة ما استفدت منه مناخيا. هذا شتاء. نعم نعم، لكن في الصيف يكون الطقس أفضل طبعا بسبب الدرجة المرتفعة في أوروبا يكون. نعم. شوية أقل برودة، فيبقى ما زال الجو ساخن في دول الخليج او الدول بعض الدول العربيه. فانت ما حققت اللي هو الانسجام المناخي للاعب، يمكن الكابتن يعرف اللاعب وانسجامه من ناحيه فسيولوجيه بالجسم. نعم. انه يتاقلم. لكن اتجهت الحين الدول العربيه او الخليجيه الى المعسكرات العربيه. نعم. يعني يمكن القرعه تعطيك جانب اخر انك انت تقيم توجهك على انك تقيم في معسكراتك في دول عربيه قريبه من الدول اللي معاك. يعني على سبيل المثال منتخب الكويت خرج من الكويت الى الاردن الى بيروت. نعم. اختيرت الاردن لقرب او شبه اجواء مناخيه مع بيروت. نعم. بالاضافه الى ستايل الكره الموجوده في المنطقه. نعم. أدى هذا إلى أنك أنت تطلع معسكر في الأردن ومن ثم تنتقل لبيروت. فعشان كذي الدول الخليجية أو الدول العربية القرعة كانت تحتم عليها أنها تقع في مكان، يحتم عليها أنها تقيم معسكر في هذا المكان. بما أنه ذكرت الطقس بدي أعرج على موضوع باختصار لكن خارج سياق الحلقة عن مونديال قطر 2022، بما أنه تتحدث عن درجة الحرارة، هل برأيك أنه المونديال بقطر يجب أن يقام صيفا أم شتاء؟ شتاء. لماذا؟ الأجواء في الخليج في الشتاء أحسن من الصيف. نعم. فأعتقد أنه يمكن هناك محاولات من الفيفا أنه يخلي إقامة كأس العالم. نعم. بحالة استثنائية في الشتاء، وأعتقد إذا كان في الشتاء أعتقد أن كل دول الخليج راح تكون هي مركز كأس العالم لانطلاقة الجماهير من الكويت، من السعودية، من الإمارات، فأهم أجواءها المناخية جيدة، الأماكن السياحية موجودة، المواصلات موجودة، فأهم مناطق المشجعين فان زون. أيوة، فكل هذه موجودة متوفرة في منطقة الخليج، راح تكون هي الداعم لدولة قطر في استضافة. يعني أنت تعتبر أنت تعتبر إنه الملاعب المبردة صيفا هو موضوع غير قابل للحياة يعني في المستقبل؟ لا لا، أنت بتلعب في أجواء مغلقة باردة. نعم. بس ما هو بالخارج. نعم. ما هو التمارين اللي تأديها، ما هو السكن، التنقل بالفرق، وحتى السياحة للمشجعين، والمشجعين لسياحة المشجعين. نعم. يعني الفيفا ينظر إلى الماركتينج. صحيح. فما راح يلقى الماركتينج في هذه الظروف، فإجباري أنه ينتقل في الشتاء لإسناد الدول القريبة من قطر أنها تساعد قطر في العملية جذب. طيب. الجماهير. وبالحديث عن الفيفا، في دولة صعدت بشكل رهيب بتصنيف الفيفا أستاذ إبراهيم هي بلجيكا. بعد ما كانت بلجيكا في المركز 60 أصبحت في المركز 6 عالميا. بلجيكا كانت تعرف بكعكة الوافل أو الوافل كيك، ولاعبات كرة المضرب جوستين إنا وكيم كلايسترز، بالإضافة إلى شخصية الكرتون تانتان والسنافر، أم حتى الممثل جون كلود فان دام. لكن من الآن وحتى الصيف المقبل سنسمع كثيرا بمنتخب بلجيكا لكرة القدم. خرجت بلجيكا من عباءة جيرانها هولندا وألمانيا وفرنسا. قبل نحو 2 سنين كانت في المركز 60 عالميا، واليوم أصبحت 6.
يصنفها النقاد بين أول خمسة مرشحين للفوز بكأس العالم 2014 بعد البرازيل وإسبانيا والأرجنتين وألمانيا. أشهر لاعب بلجيكي جون مارك بوسمان اكتسب سمعته بعد اعتزاله، كان وراء قانون حرية اللاعبين الذي قلب قواعد الكرة الأوروبية. لم تشارك بلجيكا في كأس العالم منذ 2002، وأفضل نتيجة لها إحراز المركز الرابع عام 1986 أيام الحارس فاف وشيفو وجيراتس وكولمانس. وبقدرة قادر أصبح اليوم للشياطين الحمر تشكيلة خارقة مع حارس أتلتيكو مدريد كورتوا ونجم تشيلسي هازار ولاعب وسط مانشستر يونايتد الجديد مروان فيلايني وقلب دفاع مانشستر سيتي كومباني وقائد أرسنال فيرمايل. وهذه ليست سوى البداية. مدرب ويلز كريس كولمان يرشح بلجيكا لإحراز كأس العالم 2014 بعد فوزه في 8 من 9 مباريات في التصفيات وتطبيق أسلوب لاعب جميل وفعال بقيادة المدرب مارك فيلموتس القادم قبل سنة فقط. بدأت رائحة السامبا تتصاعد في شوارع بروكسل، وكرة القدم توحد بلجيكا القريبة من أزمة كيانية. كابتن يوسف محمد، يعني أسماء كبرى في بلجيكا، إيدن هازار في تشيلسي، فانسان كومباني مانشستر سيتي ذكرت في التقرير، هل برأيك أنه بلجيكا قادرة على تحمل الضغوطات وأنه فعلا تحقق نتيجة جيدة بكأس العالم، لدرجة أنه مدرب منتخب ويلز يذكر أمس أنه بلجيكا مرشحة للفوز بكأس العالم؟ هلأ مرشحة للفوز أنا بلاقيها صعبة. نعم. بس تقدم اللي تقدم المنتخب البلجيكي، يعني في انه الكل مستغرب بالنتائج الجيده اللي عملها، بس انه يحرز لقب انا بلاقيها صعبه. بس هذا الطريق اللي ماشي فيه المنتخب البلجيكي هذا الطريق الصحيح مستقبليا، انا بشوف يعني بعد كاس العالم ممكن يبلش يحصد الالقاب. نعم. بس كاس العالم هذا ما بتصور. استاذ ابراهيم، يعني بهذا الموضوع تحديدا هناك بعض من يعتبر انه المنتخب الذي يحرز كاس العالم قد لا يكون افضل منتخب في العالم، يعني باستثناء اسبانيا التي هي بطله العالم وفعلا افضل منتخب. احيانا مثلا ايطاليا فازت بكاس العالم 2006 ولم تكن كذلك وعده امثله. هل برايك يعني يمكن ان نشاهد حصان اسود مثل بلجيكا كمان يوصل وياخذ هذا اللقب؟ لا، تحقيق كاس العالم بالنسبه لبلجيكا في الوقت الحالي يعني أليس علامة استفهام، لأن هناك دول سبقتها وعندها الخبرات في إدارة كأس العالم واللعب في كأس العالم. يمكن بلجيكا لعبت في كأس العالم ولكن ما كانت هي من الدول البارزة سواء كان في المجموعات أو في التصنيف الأخير. نعم. لكن احنا نقول أنه ممكن تقدم شيء، ممكن تتطور شيء، مثل ما هي اسبانيا كانت تشارك في كاس العالم ما حصلت على كاس العالم. صحيح. بس جت وخذت كاس العالم وبعد اخذت كاس، كانت أوروبا. افضل منتخب لم يحرز كاس العالم لحين احرزته عام 2010. فممكن ان بعد 2014 كاس العالم بلجيكا تبين على مستوى الاوروبي. على كل حال يعني سننتظر. تحدثنا عن المنتخبات الاوروبيه في التصفيات، ولكن ما هي قدره هذه المنتخبات انه تنتزع اللقب من الاراضي الامريكيه الجنوبيه؟ لان هذا لم يحصل اي مره في التاريخ ان يفوز منتخب اوروبي في امريكا الجنوبيه. عبد الحليم، برايك هذه السابقه هل يمكن ان تتحقق في رسمك يعني بال 2014؟ يعني هذه السابقه جسدت تماما في هذا الكاريكاتير، هنا الفنجان الذي يرمز الى البرازيل بلاد البن والقهوه، فهنا على شكل بصاره تبحث في فنجان، وشكل القهوة بالداخل يشبه قارات العالم. لمن ستكون الأرجحية لأي قارة؟ أشرت لي على شكل قارة أمريكا الجنوبية بالألوان الحارة نظرا لطبيعة المناخ، أما القارة الأوروبية فأشرت لها باللون الأزرق البارد، فهم في حالة شد عصبي، أما الذي يقرر فهو البرازيل نفسه. طب بهالفنجان مبين معك آسيا أو أفريقيا؟ من نسأل البصارة. مساء البصارة. شكرا عبد الحليم، شكرا لك أستاذ إبراهيم المسعود مدير المنتخب الكويتي لكرة القدم. شاكر لكم الاستضافة هذه وسعيد بوجود الكابتن يوسف وخيجوز، وأنا سعيد في لبنان وأحب أشكر أخوان في هذه القناة، كذلك لا أنسى أشكر سفارة دولة الكويت. نعم. سعادة السفير، الأخوان في السفارة على الاستقبال وعلى الحفاوة اللي
احنا كاننا في داخل دولة الكويت. طبعا شكرا لك كابتن يوسف محمد قائد المنتخب اللبناني لكرة القدم. شكرا لك جوزيف، شكرا لتلفزيون الميادين، وبحب بهالمناسبة عيد الجميع وقول لهم عيد أضحى مبارك. ان شاء الله يا رب بينعاد على الجميع وبكون سنه خير ان شاء الله. بالطبع اضحى مبارك لجميع مشاهدي قناه ميادين وبرنامج ميدان الرياضه. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام، والتقانا يتجدد الاسبوع المقبل، الى اللقاء.